بعد تصريحات يسرى عن المزعجات من النساء دليلك للتعامل مع الزوجة النكدية. صرحت الفنانة يسرى في أحد البرامج التلفزيونية أن هناك سيدات نكديات وأنا طبعي حامي، بس في ستات دمها تقيل ونكدية. كما أن مي كساب هي الأخرى قالت أنه يوجد بعض السيدات التي يعشقن دور الدراما في حياتهن. تصريح يسرى ومي كساب صاحبه ردود فعل كبيرة على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وبدأت الأسئلة عن كيفية تعامل الرجل مع الزوجة النكدية، وإليكم بعض النصائح للتعامل معها. صفات الزوجة النكدية: عندما يعيش الرجل مع زوجة مزعجة تفتعل المشاكل، هذا يجعله يفكر جيدا في الهروب من المنزل والذهاب إلى مكان هادئ مقابل الحصول على استقرار نفسي واستراحة من المشاجرات اليومية، ولكن هذا ليس حلا مثاليا، لذلك يضغط الرجل على نفسه ليتحمل المرأة. لذلك يجب التفكير في حلول جيدة للتعامل مع الزوجة التي تحب المشاكل أو كما يطلق عليها النكدية. التعامل مع الزوجة النكدية: الرجل عليه أن يتلاشى أسلوب زوجته المزعج في التعامل من خلال عدة مراحل، أولها احترامها عند الشكوى وعدم السخرية منها أو إظهار أن حديثها بلا قيمة، لأن ذلك سيجعلها تغضب أكثر. المرحلة الثانية والثالثة هي شراء هدية بسيطة لها مثل الورد أو أكلة مفضلة، لأن ذلك يشعرها بأنها شخص مهم في حياة الزوج. ولكن الهدية لا تمنع أن يحاول الزوج حل المشكلة التي ذكرتها الزوجة، أو على الأقل محاولة فعل ذلك حتى تتأكد من أنه مهتم بتغيير ما يزعجها. المرحلة الثالثة حينما تذكر الزوجة خلال الشجار سنواتها الماضية مع الزوج وكم كانت حزينة فيها وتتحمل من أجله، فإن هذا هو الوقت المناسب للمرحلة الثالثة التي على الرجل أن يتحدث فيها مع المرأة بكل احترام ويمنحها اهتماما عاطفيا سريعا، لأن فعل ذلك سيجعلها تنسى ما يزعجها. الحوار المحترم: فإنه على الرجل محاولة عدم الدخول في نقاشات مع الزوجة إذا لاحظ أنها تنفعل عليه دون سبب، ولكن إذا بدأت في المشاكل عليه أن يناقشها بكل احترام وهدوء، لأنه كلما انفعل زادت عصبية الزوجة أمامه، وهذا يمكن أن يهدم الزواج بسهولة. الذهاب عند أهلها: كما يجب على الزوج منح المرأة إجازة من الزواج وإرسالها عند والديها عدة أيام إذا لم يستطع حل المشكلة، خاصة إذا كانت أزمة مفتعلة من الزوجة لإثارة غضب الرجل فقط، لأن فعل ذلك سيجعل السيدة تهدأ وتعلم أنها يمكن أن تفقد بيتها في أي لحظة بسبب أسلوبها السيء. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.